نبدأ من مدينة منبج المحررة لنتابع التقرير. بعد الاستجابة السريعة من قبل الإدارة المدنية لمدينة منبج للمطالبات الشعبية مطلع الشهر الجاري، بدأت الإدارة بعقد لقاءات مع وجهاء وشخصيات عشائرية ومثقفين من المدينة وريفها لحل المسائل العالقة. كما عقدت الإدارة عدة اجتماعات موسعة مع عدد من العشائر واجتماعا جماهيريا مع كافة العشائر ومثقفي وإدارات منبج، واجتماعا آخر مع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. وبعد كل هذه اللقاءات أعلنت الإدارة ما توصلت إليه من خلال بيان تلته الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في منبج وريفها نزيفة خلو بحضور ممثلين عن المؤسسات واللجان التابعة للإدارة المدنية في المدينة ومجلس منبج العسكري ووجهاء وشيوخ العشائر. وأكد البيان أن مكتب الدفاع الذاتي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يعمل على تعديل قانون واجب الدفاع الذاتي وإعادة صياغته، كما وعدت الإدارة بتأمين كافة الطلبات الخدمية خلال 15 يوما. وتعهدت الإدارة في بيانها بتعويض عوائل الضحايا ماديا بما يتناسب مع عادات وتقاليد المنطقة والأعراف العشائرية، بالإضافة لمساعدتهم حسب طاقاتها وإمكاناتها. هذا وكانت مدينة منبج قد شهدت أحداث مطلع حزيران يونيو الحالي، اتهمت فيها الإدارة الذاتية كلا من النظام التركي والحكومة السورية بتأجيجها لخلق الفتن بين المكونات وضرب الاستقرار في المنطقة. مباشرة من منبج ينضم إلينا إبراهيم القفطان رئيس حزب سوريا المستقبل. أستاذ إبراهيم مساء الخير. مساء الخير لك. شكرا لك. مدى توافق الإرادة الشعبية والإدارة المدنية في منبج؟ تفضل. بداية مساء الخير لكل أبناء الشمال والشرق سوريا ولأبناء منبج ولأبناء سوريا قاطبة. بخصوص هذه التوافقات التي تمت ما بين أبناء منبج والإدارة الذاتية، لا شك الكل يعلم الخلاف الذي حصل أو التأجيج الذي حصل واستغلته بعض الأطراف، إن كانت الأطراف الإقليمية أو الدولية، إن كانت الجارة التركية السورية، كافة هذه الأطراف استغلت أي حدث، وهذه الأحداث التي حصلت في منبج هي أحداث طبيعية وهي مطالبات منطقية لأبناء هذه المدينة إن كانت من الناحية الخدمية أو من غيرها. لكن بعض الأطراف حاولت أن تلعب على وتر موضوع واجب الدفاع الذاتي وغيره مما أجج الوضع، وأنا أعلم يعني ليس علم اليقين وإنما أعلم من خلال لقاءاتنا ووجودي في بعض الحوارات بأن الإدارة الذاتية كان لها استجابة، رغم أن الاستجابة لم تكن أو تلبي حاجات المواطنين، ونحن نعلم لماذا لم تكن ملبية لحاجات المواطنين، لأننا هذه المنطقة منطقة شمال وشرق سوريا الكل يعلم بأن هذه المنطقة محاصرة من قبل كل الأطراف، إن كان من الحكومة السورية أو من القوى الأخرى، الجيش الوطني أو تركيا أو غيرها، أو من الأطراف الشرقية العراق أو من كافة الدول الجوار. هذه المنطقة محاصرة من قبل هذه القوى، ونحن نعلم هذا الحصار يخفف أو يعيق الخدمات التي تريد أن تقدمها الإدارة كما طالبوا من خلال موضوع الإسمنت أو الحديد أو غيره. لكن رغم ذلك يعني أنا أستبشر بالخير بهذا الحوار الذي حصل ما بين الإدارة الذاتية وما بين أبناء منبج. هذا يدل على شيء بأن هناك حالة من الديمقراطية الفتية التي بدأت تنشأ في مناطقنا من خلال الحوار ما بين أبناء منبج أو أبناء المنطقة والإدارات الموجودة في مناطق شمال وشرق سوريا. ورغم كل ذلك لا الإدارة قامت باستخدام العنف ولا أيضا المواطنين مارسوا أو استمروا في هذه الآلية التنافرية. نعم كان هناك قبول من كل الأطراف لأن يصلوا إلى حل، ولن يكون هناك أي طرف متدخل إن كان من الحكومة السورية أو من الحكومة التركية. الحل الذي تم التوصل إليه الآن والنقاط أرضى الطرفان، نتحدث عن الإرادة الشعبية، نتحدث عن الإدارة المدنية. لا شك هو دائما
لا يمكن أن يكون هناك نقول بأن كل الأطراف هي راضية، لأن المنطقة ليست مستقرة. لأجل ذلك لا نستطيع أن نقول بأن كافة الأطراف راضية. هل الإدارة الذاتية في مدينة منبج هي راضية عما تلبي أبناء هذه المدينة؟ لا، لم تكن راضية. وأيضا المواطنين الموجودين في هذه المناطق أيضا يريدون أكثر مما يطاح، وكما يقال إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع. والإدارة الذاتية استطاعتها ضمن هذا التوجه، لكن طموحها أكبر من ذلك. وأنا على يقين بأن الإدارة الذاتية ستسعى دائما لتلبية خدمات كل أبناء هذه المدينة أو المدن الأخرى، إن كان منبج أو الرقة أو دير الزور أو القامشلي أو الحسكة. تتمنى أن تعيش هذه المنطقة في حالة رغد وفي حالة استقرار، لكن التدخلات الموجودة من قبل الجوار، إن كان من الحكومة السورية أو من الحكومة التركية، يعيق ذلك. نحن ما نتمنى وما نطالب به أيضا حزب سوريا المستقبل أن تكون الإدارة الذاتية في مدينة منبج واعية ومدركة لأي أخطار تتهدد هذه المنطقة. طيب، لأن الكل لا يريد أن تستقر هذه المنطقة، بل يريدون أن يلعبوا تارة على الوتر العشائري، تارة على الوتر الديني أو القومي، وكل ذلك لا يصب في مصلحة استقرار سوريا. نحن نسعى إلى استقرار سوريا، لا أن يكون هناك استقرار في المنطقة. ونحن نريد أن ننطلق من هذه المنطقة من شمال وشرق سوريا إلى استقرار المنطقة قريبة إلى كل سوريا من خلال الحوارات البناءة، الحوارات المطاعة التي تستطيع كل الأطراف أن تلبي متطلبات حاجة الطرف الآخر، وتوقن يقينا بأن هذا ما تستطيع الإدارة تقديمه. وكذلك على الإدارة أن تستوعب هؤلاء المواطنين الذين يطلبون حاجاتهم وتوضح أسباب العوائق. يجب أن تقوم الإدارة بتوضيح الأسباب والعوائق التي تعانيها، لكي يكون هناك شركاء في هذه المنطقة، وهم الإدارة وهم المواطنين، وهو الأهم. لأن الإدارة الذاتية مبنية على أساس إدارة الشعب ذاته بذاته. وضحت. نقطة أخيرة حول الإرادة الشعبية أستاذ إبراهيم، قبل أن نتطرق لنقاط أخرى بالدقائق المتبقية، حول فيما لو كان بالإمكان تحديد نسبة لنفترض من 10، كم تم تحقيق من مطالب الأهالي؟ والله هذا السؤال ممكن أن نطرحه على الإدارة الذاتية التي هي أقرب إلى تحقيق هذه المطالب. نحن نراقب عن بعد بأن المطالب جزء منها تحقق، ولا أستطيع أن أذكر النسبة، لأنني إذا ذكرت النسبة ممكن أن يكون هناك خلل. هذا السؤال نستطيع أن نوجهه إلى الإدارة الذاتية، لأنها هي أقرب للواقع وأقرب إلى المواطنين في مدينة منبج. بذلك نكون شفافين وصادقين في إجابتنا. أما ما نراه بأن هناك جزء ضئيل هو الذي تحقق، ما نتمنى أن يكون الجزء الأكبر. وأنا أعلم بأنها تسعى إلى أن تحقق كامل متطلبات الجماهير من خلال الخدمي أو موضوع واجب الدفاع الذاتي أو موضوع الإسمنت أو الحديد، الخدمات، كثير مواضيع طرحت من خلال المواطنين، لكن النسبة لا نستطيع أن نحددها نحن. طيب، سنبقى نتواصل حول هذا الموضوع مع المعنيين إذن أستاذ إبراهيم، ونسألك حول موضوع الاستقرار في منبج المعروف وخروج حتى الآن بعض البيانات العشائرية من هنا وهناك، كيف يمكن تفسير ذلك؟ لا شك هذه البيانات أيضا نحن نضعها في خانة المصداقية وليست في خانة التخوين، لأننا نحن لا نريد أن نخون أي طرف في هذه المدينة وهو يعيش على هذه الأرض. لكن عليهم من البداية أن يأتوا إلى الإدارة ويطالبوا الإدارة ويبدأ الحوار وجها لوجه. فإذا عجزت الإدارة عن تلبية متطلبات هؤلاء الأطراف، من الممكن أن يصدروا بيانات. رغم ما أراه أنا بخصوص هذه البيانات، هي بيانات إن كانت إيجابية أو سلبية هي تعبر عن حالة ديمقراطية يعيشها أبناء هذه المنطقة، وهي المفقودة عن كل الأطراف الموجودة في سوريا، إن كانت الحكومة السورية أو درع الفرات أو الجيش الوطني كما يسمى. هناك ليس أي توجه ديمقراطي، ولا يستطيع أحد أن يصدر بيانات أو أن يعبر عن رأيه. هذه ظاهرة إن كانت تحسب فهي تحسب للإدارة الذاتية، وتحسب لأبناء هذه المنطقة، وتحسب لهم بأن الديمقراطية تستطيع أن تعبر عن رأيك من خلال بيانات،
من خلال تظاهرات، من خلال مطالبات جماهيرية. هذا ما أراه أنا ليس ضد الإدارة الذاتية، وإنما يحسب لصالح الإدارة الذاتية، وهو الديمقراطية الفتية أو النفس الديمقراطي الذي يعني سمح لأبناء هذه المنطقة بأن يعبروا عن آرائهم كما في الدول الديمقراطية. بصراحة يعني عندما نتحدث عن الديمقراطية تكررت هذه الكلمة أكثر من مرة أستاذ إبراهيم، ولكن يلاحظ أننا بصدد ظاهرة يعني حديثة العهد في سوريا منذ عام 1970 تقريبا، ومن بعد 2011 هناك تظاهرات تخرج تطالب ببعض المطالب في مدينة منبج، يصار لتلبية بعضها وبعضها ما زال قيد الدراسة. عن أي دلالات وأهمية ممكن الحديث الآن عن تجربة منبج؟ لا شك هذه المتطلبات إن كانت حقق جزء منها وجزء الآخر لم يحقق، أكيد هو له دور في الموضوع الحصار الذي يعانيه أبناء هذه المنطقة، إن كان كما ذكرت في البداية على الصعيد الإقليمي أو على الصعيد الداخلي، إن كان من الحكومة السورية أو من الأطراف التركية أو من الجوار العراق أو غيره. لا شك نحن لسنا منعزلين عن هذه عن الجوار أو عن المناطق الأخرى، نحن جزء من سوريا، جزء من الدول الإقليمية، جزء من هذا العالم. لا يمكن أن ننفذ بذاتنا إلا من خلال تقاطعاتنا مع الأطراف كانت الإقليمية أو الدولية، هذا ما نتمناه وهذا ما دائما نسعى إليه. أما أن ينفذ جزء ولا ينفذ الجزء الآخر، نحن نعلم بأنه هل هناك سعي لتحقيق الأجزاء الأخرى أم هناك إهمال. ما نراه هو هناك في سعي لتحقيق هذه الأجزاء التي يتطلبها أبناء هذه المنطقة إن كان في منبج أو في غيرها. الدقيقة الأخيرة، يلاحظ بأن التصعيد التركي في أرياف منبج ما زال مستمر، كيف تستقرؤون في حزب سوريا المستقبل هذا التصعيد؟ لا شك تركيا دائما تستغل كل شيء في هذه المنطقة وتريد تقنع أبناء منبج الموجودين في الطرف الآخر بأننا سنعود إلى منبج وبأنهم في لحظات قريبة، ونحن نعلم في بداية الحراك الثوري بأنهم جهزوا أنفسهم عند بوابات منبج بأنهم سيدخلون خلال ساعات، وهذا الإيهام الذي تورطهم به تركيا كما أوهمتهم بصراعات إقليمية أخرى. ما نتمناه حقيقة وما أتمناه أنا وخطابي إلى أبناء منبج الموجودين في الطرف الآخر عند الاحتلال التركي، نتمنى منهم أن يدركوا بأن تركيا لا تريد الاستقرار في سوريا، وإنما تريد أن توسع نفوذها في المنطقة وتجعل أبناء سوريا مرتزقة، وهذا ما حصل، حولتهم إلى مرتزقة يعيثون في البلاد فساد إن كانوا في سوريا أو في ليبيا أو في أذربيجان أو في غيرها. حقيقة تركيا تريد أن ترش الرمل على عيون هؤلاء، الرماد على عيون أبناء منبج، وتوهمهم بأننا قريبا سندخل منبج. لن يتحقق ذلك، ونحن نعلم بأنه لن يتحقق، لأن أبناء منبج لم يعودوا ولن يعودوا يقبلوا أي طرف إن لم يكن هناك توافق شعبي، توافق ديمقراطي، إدارات مشتركة ما بين كل الأطراف. أما أن يكون احتلالات جديدة إلى هذه المنطقة لن يحصل ولن يكون، لكن تركيا دائما تعول على ذلك من خلال العنف والصراع العسكري. لا شك بأنكم تابعتم ما دعا إليه نصر الحريري، وأثار زوبعة كبيرة من الانتقادات عندما يطلب بشكل مباشر من الاحتلال التركي القدوم والتمدد في تل رفعت ومنبج. ونحن نعلم هذا التصريح الذي قام به نصر الحريري كان أيضا له ردات فعل ضمن الائتلاف وضمن المعارضة، وكثير من أطراف المعارضة بدأت تعلن انشقاقها من الائتلاف ما يسمى الائتلاف السوري، ولكن نحن ما نراه هو الائتلاف التركي أو الأجندات التركية بأنه يريد زيادة الاحتلال إلى المناطق السورية وتوسيع نفوذ تركيا في هذه المنطقة. والسبب في ذلك ونحن ذكرناه سابقا بأن نصر الحريري يريد أن يجعل قبرص جديدة في هذه المنطقة، ونحن نعلم ذلك كما حصل في بداية تشكيل انتخابات جديدة يريد أن يسعى إليها إن كانت انتخابات رئاسية أو غيرها في مناطق شمال غرب سوريا وشمال سوريا في المناطق المحتلة. لا شك نصر الحريري ينفذ أجندات
لتركيا لتوسيع الاحتلال التركي في هذه المنطقة ولعودة الدولة العثمانية من جديد، لكن مع كل أسف وهو من أبناء سوريا، لكنه أصبح يعتمد على فلسفة القطيع والتبع لتركيا والاحتلال التركي. نحن لا نقبل أي طرف، وما يراه أبناء منبج وأبناء سوريا قاطبة بأن نصر الحريري والائتلاف بدأ في حالة انهيار، وهذا ما لاحظناه في هذه الفترة من خلال الانشقاقات التي حصلت بعد التصريح الذي قام به نصر الحريري بزيادة الاحتلال التركي في مناطق منبج أو عزاز أو غيرها. هذا ما سمح به الوقت، أشكرك جزيلا على كل هذه الإيضاحات وعلى قبول الدعوة من منبج مباشرة. إبراهيم القفطان رئيس حزب سوريا المستقبل. بعد الفاصل لن نبتعد كثيرا عن منبج، حديثنا حول مدينة كوباني.